مسا الخير، يا مسا الطيب، يا مسا الزين حق أهل الزين. والله لأنكم أنتم تستاهلون كل خير، فأحب أوريكم كل الأشياء الحلوة اللي أنا صدق أحبها وأحب أستخدمها. طبعاً إيش رأيكم بثيم اليوم؟ بسيط ولطيف وحلو. هذا البخور الفيتنامي حصري عندي وعند جمال، من أساطير كل أهل الخليج يبدون يشترونه، كان بس موجود بالكويت. أحلى بخور فيتنامي ممكن يمر عليكم. طبعا هذه العلبة تجيكم بهالشكل هذا، أوكي، وتكسرون كسرتين أو ثلاثة وتحطونهم فوق بعض. أمس بس نزل أونلاين مبخر المق مع صينيته. طبعا هذا المبخر لونه ينن. طبعا مبخر المق هذه الكمية اللي بتكون الوحيدة باللون الأبيض، فاللي ما أخذت مبخر المق وتبي تأخذ اللون الأبيض هتاخذه من الحين، لأنه ما راح يتكرر وما راح ينعاد. عندكم هني رشوش أساطير، هذه موجودة في كل أفرع أساطير، ريحتها تينن حق البيت، حق الفرش، حق الكبتات، فظيع فظيع فظيع. وعطر بلاك تو نازل أونلاين في بوتيكات، وهم موجود في أفرع أساطير، ما يتطوف. حق اللي بر الكويت ويبي عطر صح يونيسكس، رجالي نسائي مع بخور وبدون بخور، ثقوا بذوقي واخذوه، لأنه شيء مو طبيعي. بلاك وايد راح يعجبكم. وأكيد روايتي المفضلة الحرملك حطتها هني، هي مو رواية واحدة، سوري، هي مجموعة.